السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك معليك؟ ان شاء الله كويس. ليه ان شاء الله يطول عمرك. بارك الله فيكم. انا رحت على مناسبتين ثلاث وشفت انه الناس كثير خففوا التقبيل، وهذا بخفف من انتشار مرض كورونا لا سمح الله في حال حصول. واليوم لازم نبتعد عن المصافحة. مرض كورونا بنتقل في المصافحة لأنها ملامسة، ولذلك لازم نغير عاداتنا ونسلم بدون مصافحة. شو رأيك سيدي؟ شكرا معليك على هذه التوجيهات اللي احنا لازم نأخذ فيها توجيهات وزارة الصحة، وهذا يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ النفس الإنسانية والحفاظ على حياة الإنسان، وينطبق مع القاعدة الشرعية التي تقول لا ضرر ولا ضرار. شكرا لكم، بارك الله فيكم. طول عمرك سيدنا.